لكن بقى كلنا تابعنا تصريحات مورينيو امبارح، وقال تصريح قوي جدا وصعب جدا 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 علينا، ما حدش فينا فعلا فكر فيه غير لما مورينيو اتكلم عليه وقال. قال العرب دايما، العرب ده اللي هو بنتكلم علينا هنا في شمال افريقيا، بنتكلم على الخليج، ان لما مدير فني بيكون موجود، ده تصريح مورينيو قاله على لسانه، قال لما المدير الفني بيكون موجود، لما بيجي بيدرب فريق او بيدرب منتخب، هو بيجي بس علشان ينقل الخبرات اللي موجوده عنده، لكن مش بيجي علشان يطور منظومه ولعب كره القدم. وده قال غلط منكم انتم، لازم لما يكون عندكم كوادر اجنبيه وكوادر موجوده من كل بلاد العالم اللي عندها خبرات واسماء وضربت في احسن فرق في العالم، لازم قبل ما تيجي تدرب المنتخب او تدرب الفريق او تنقل الخبرات اللي موجوده عندها، لازم تطور اللعبه عندكم، لازم تقعد كده مع كل اتحاد وتشوف اللعبه ازاي بيتم تنظيمها، ازاي التحكيم، ازاي الناشئين، ازاي الاشبال، كل ده لازم اللي يتم تنظيمه علشان يكون عندنا منتخبات واجيال على اعلى مستوى. ده تصريح كان قوي جدا من مورينيو، وبالنسبه لكلنا كلنا كلنا كل ما هو ينتمي الى بلد عربيه، اعتقد ان كان تصريح قوي جدا، وكنا او محتاجين الفتره اللي جايه يعني نفكر بالطريقه اللي مورينيو اتكلم فيها، ان لما يكون عندنا مسؤولين ومدربين، يعني دلوقتي عندنا في النادي الاهلي مستر الاشارتي لازم يساعد مصر انها تطور المنظومه، مدير فني مستر عجاري هو كمان يطور المنظومه، مش بس يهتم بالمنتخب الاول، لا عندنا منتخب اول، عندنا منتخب اولمبي، عندنا منتخب شباب، وعندنا منتخبات جايه والقاب كتيره جدا عماله تفوتنا بسبب عدم التنظيم وعدم التنسيق في الدوريات، سواء في مصر او في المغرب او في الجزائر او في ليبيا او في تونس والدول العربيه. لكن المدربين من الاخر، مورينيو قال بييجوا يضحكوا عليكم وياخدوا فلوس ويمشي، لكن اتمنى ان شاء الله ان بقى الفتره اللي جايه يكون فيها يعني نقله للكره العربيه. معلش طولنا عليكم في فقره كاس الامم الاسيويه.